مشاهدينا الكرام، صحفتكم ومرحبا بكم في عدد جديد من كاميرا كاشي الكادنا. ضحية حلقة اليوم هو لاعب شباب الوزداد حمزة بالأحوال. ما نطولش عليكم مشاهدينا، نخليكم تشوفوا ردة فعل الانفيتي تاعنا من بعد ما يعيط له سوا ديزون دلال الخير، يقول له شفنا شخص داخل المقبرة وديت سويرتك وفيها كادنا. ابقوا معنا مشاهدينا بعد الجنجل ونشوفوا ردة الفعل تاع الانفيتي تاعنا. مشاهدينا الكرام، كما شفتوني درت الديكيزمون تاعي، ضيف حلقة اليوم كما سبق قلت لكم هو لاعب شباب الوزداد حمزة بالأحول. كما العادة خويا نعيطوا له ونشوفوا راه مع طارق اللي يعيط دوكا. قولوا بلي لقينا صورتك فيها كادنا ونشوفوا لا رياكسيون تاعك. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم خويا. مشراك خويا، لاباس؟ الحمد لله. حمزة بالأحول، ياك حمزة بالله، الله يبارك. كان واحد الامر عيطت لك عليه، كان انا هنا وليد القبة، كان عندي ولاد حومتي صابوا واحد الانسان داخل الجبانة. صابوا عنده ساجي فيه تصويرتك خويا، هاد التصويره راهي فيها كادنا، فيها طلاسم، فيها ما سمعتكش. ما سمعتش. عاود لي عاود لي عاود لي شاش فيها. قلت لك فيها كادنا خويا العزيز، فيها تصويرتي. انا تصويرتي من جابها. شكون وين راك؟ وين راك انت؟ جوار حبيبي، جوار. والله في سي ار بي. انا بالاحول حمزه. بالاحول؟ واه بالاحول حمزه. يلاه. ايه انت يا خويا لار؟ اقسم بالله راك خلعني اخوانا. انا ديجا ما عنديش تصاوير وما عندي والو، ما عندي ديال خلعني اخويا على بالك. الله اخويا واش نقول لك، انا دلال الخير خويا العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيت خويا؟ شكون شكون معايا؟ صاحبه طارق لاعب اسمه شونتور. طارق سمير. انا يا خو سمير. ها سمير، واش راك؟ صافا صافا خويا، والله غير الحمد لله ربي. بخير. شو سيدي معايا؟ يا طارق الله ينورك، لازم تجيبو يا خو، جيبو باش 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 نشوفو معاه السيد هذا ويفريها معاه ويشوفو. دوك نجيبو يا خو. صحيت يا خو. صح خويا، صحيت خويا، غير تجيبو. جيب شد حاجه، خلينا نهضر معاه. نهضر معاه، فهمنا واش نديروا يا شيخ. عرفني علاش؟ ما استغفر الله. المشكل انه هذا المفتاح، هذا الكادنا لازم تنحل بالمفتاح. وين حط المفتاح؟ باذن الله. فهمت؟ المفتاح اعطينا مفتاح حل. حل هو المعني بالامر، هو اللي يفتح. الله ما تقلقش. استغفر. تحس حالك مريح؟ مفتاح باشي حال هذا. معليش وعندك تسمع سيدي تسمع هذا. حاول هذا بالثاني. ها استاذ لازم تشدها في كل ماشي. هذاك هذو هذوك هما. نزعق عليهم؟ معليش نزعق عليهم. نزعق عليهم هذو هما. انا انسان قليل. باشي حال هذا. حاول 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 بهذا حاول. انا انسان قليل الفن. انا هذه خدمتي. نكت لك اليوم، نكت لك اليوم، نكت لك اليوم، نكت لك وعليها الفاميليا اليوم، نكت لك اليوم. واش درت لك الفاميليا؟ شكون باتك؟ شكون باتك؟ شكون باتك خويا؟ شكون باتك؟ شكون شكون اللي دار؟ شكون اللي قال لك دير هذه؟ شكون اللي قال لك؟ شكون اللي شكون شكون تضربني؟ معليش عادي عادي عادي. هضر 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 هضر. تيري عليا بالكادنا؟ راك باغي كادميك حياتك. ارواح ارواح يا فاميليا. كان واحد اللاعب، نقول لك واحد اللاعب يلعب كرة القدم، قال لي دير له هذه باش ما يزيدش يلعب في التشكيلة الأساسية. هذا ما كان. شكون هذا اللاعب؟ كيما ما قدرتش نقول لك. شكون هذا اللاعب؟ قول لي شكون هذا اللاعب؟ سير المهنة. قول لي شكون هذا اللاعب؟ يا فاميليا اصبر صارحك. صارحني روح صارحني. تخليني نروح. ومعليش صارحني خليك تروح. تعهدني تخليني نروح. نعاهدك وتصارح. شو هذا اللاعب؟ هذا لاعب كرة القدم. قال لي هذا انت تلعب كرة القدم الفاميليا.
هذا قال لي دير له هذا السحر هذا باش يولي عنده فشل في العضلات تاعو وما يوليش يقدر يلعب مباريات الاساسيه يعني مش اساسي. وشكون هذا اللاعب؟ ما قدرش نقول لك الفاميلي عاهدته ما قدرش انا نخدم بالكارونتي الفاميلي ما قدرش نفضح الانسان جاي يخدم معايا ولا انا هذه خدمتي الفاميليا وشي خطير هنا سرطان وموت قلت لك صراحه خطير جدا الشيخ دروكيش يحل القفله وعنده المفرد هذا القدره وعنده عطيني كادنا يا الفاميليا ولا تفك الساعه عطيني كادنا عطيني كادنا عطيني كادنا لا 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 اعطيني كادنا هاك شتادي انا هذا خدمتي انا نخدم بالكارونتي فاميلي اعطيني كادنا اعطيني كادنا الشيخ اعطيني كادنا ندخل فيها دوك نطلع منها كادنا اعطيني كادنا يقول اعطيني كادنا ما غاديش نزيد نعطيك اعطيني كادنا ولا ما تعطينيش كادنا ما نقدرش يا فاميلي ما نقدرش خبيث ما نقدرش اعطيه عدو الله اعطيه اقسم بالله انا كنت لك تقتلني انا كاديني تقتلني تكاديني معليش نقتلك لك وكاديني معليش كاديني نقتلك اقسم بالله ما تخرج منه اقسم لك بالله اللي هو ربي ما راح يخرج منه اقسم بالله ما تخرج منه صدرني نروح الفاميليا خلينا نروح اعطيه عاد المفتاح عطاني كادنا فتح ما يحلوش خليني نروح ولا فين فيها لوش حلي كادنا حلي كادنا شكون اللي باتوك صاح شكون اللي باتك كاين واحد اللاعب اسمع قول لي اسم هذا اللاعب هذا اللاعب قول لي غير اسمع قول لي غير اسمع واش رايك وعدته ما قدرش نقول قول لي اسمع سيدي قول لي باش يبدا اسمه باش ها باش يبدا ما بغاش يهضر كاع ما بغاش يهضر شو حالتك راه شو حالتك كي دايره كنت روحك كنت تسحر روحك كنت تسحر روحك كنت تسحر روحك ما تعطينيش ما نقدرش الفاميليا مانيش قادر عطيني خويا ما عطيناش عرفت شنو بزاف الله ما تربح خويا الله ما تربح خويا بريا هاي فتحت الكادنا بالحول علاش خويا علاش درت لي سؤالك كيما هذا يا خويا نحبوكم يا خويا بالك قلبي راه يضرب اقسم بك وزنا شويه قلبي يحبس اقسم بالله قلبي يحبس علاش خويا علاش خويا استغفر الله ملح خط صدرني نروح الفاميليا يتبدل هذا والله يتبدل الخطره يتبدل الخطره يتبدل والله ما عرفتك والله ما عرفتك يا خويا حي ولا بالاحمد دونك يا خو حنا ماذا بين نحكوا ميساج للمشاهدين تاعنا باللي الواحد يشد يكون عنده ايمان في قلبه يشهد في الله اللي يحب يلحق حاجه يدعي ربي سبحانه بلا ما يطرق هذه الامور تاع الشعوذه بلا ما يا اخويا كيما يقولوا هذه الظاهره انتشرت بزاف صورتها في المجتمع تاعنا انا اخويا من هذا المنبر اخويا ان شاء الله يا ربي الناس هاد الناس ينالوا الشيطان وتدي شكاتب لك ربي وكل واحد يدي شكاتب له ربي وينقصوا علينا هذه الظاهره وان شاء الله يا ربي يكون اللي يكون عنده ايمان قوي ما يمشوش هاد الصوالح بصح خويا هاد الصوالح بزاف السحر هذه الدائره تاع السحر ربي يهديهم وربي ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي هو اللي يشوف الحق ان شاء الله سبحان الله حيونا حمزه بالاحمد الجمهور تاعنا خويا حمزه نشوفك في رمضان ان شاء الله في قناه الشروق قول لهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وراك ضبني ربي يحفظكم